تعطلنا، واليوم عندنا عرادة تاع ولاد عمي عرضت علينا العرس ديالهم. فين ينساو خديجة؟ نمشيو للعرس. وي نمشيو للعرس. صباح الخير عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحة لاباس، أمور هانية. نتمنىكم إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، نتوما تشاهدوا الفيديوهات ديالنا. تحية لكم وتحية كبيرة، هاكا نبارطاجيو معكم داكشي اللي كتب الله. صباح الخير الوالدة. صباح الخير. كي دايرة لاباس؟ لاباس أمي. صحيحة؟ وشوية الحمد لله. أنتي غادية؟ غادية للبريو تاع العينين. غادي اليوم إن شاء الله نديها للبريو ديال العينين. حيت شحال هادي كانت مشات طول ديال العينين. هي عمر طبيب طبيب. واش غادي ديري؟ ضروري خاصك تمشي للطبيب. الحمد لله. سيدي ما مشيتيش، شكون غيديك؟ بارك عليك بنيتي، الله يحفظك. الله يحفظك، الله ينورك، الله يجعل ربي يعطيك البركة والرزق، يحفظ لك وليداتك. يا ربي أنا يحفظكم كاملين. إيوا الحلو قلت لكم شحال هذه كانت دوزت عند الطبيب، وعطاك عطاها واحد البومادة، قال لها عندك أنتيا ميكروب في الـ في الـ في العروق ديال الدموع. وملي جيت كنت جبت لها واحد، ملي جينا من بلجيكا جبت لها واحد البوماده نفعتها شويه، حيدت لها. عارفين ملي جيت لقيتها عينيها تغمضوا وعامره بالدموع، مابقاش كتشوف. ياكي كانت تغمضوا لك عينيك؟ عينيك تغمضوا، مابقيت نشوفو وكحالو. دابا شويه بهاديك البوماده شويه كحالو اللي كامل ما شتاش معاك المدينه. ديما خاصها ديرها. قال لها طيب ديك خاطر، قال لها الحل ديالك في هذا الشيء اللي عندك فيه العروق تاع الدموع هو هاد بقاي ديري بوماده ديما حياتك كلها. شويه كانت كتشريها مده ديال عام ولا اكثر، وهي كتشريها 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 كتشريها. واحد اليامات هاد الشيء مؤخرا شي شهر ولا هكا شهرين كيقلب عليها خويا كاع الفرماسيان تاع اسي دار عليه. قال لي مابقاتش. قال لي مابقاتش مابقاتش. قال لي القلبي. قال لي الحل ديالها مع الديانه. قال لي ما نعطيها الحل ديالها الوحيد هي تمشي عند الطبيب ويخرج ليها دواء اخر. هي تجي عند الطبيب يخرج ليها شي دواء اخر تبقى متبعه وصافي. هادشي اللي كاين حنا دوك، راه غادي نديها اليوم. شديت ليها رانديفو، يعني طلبتها اسي مبقاوش كيف ما كانوا شحال هادي، كانتي عاد تجي وتدخلي. دابا ولا بالرانديفو. ايوا مشيت ملي كنت حطيتها عند الطبيب ديال القلب، كنت مشيت انا خليتها عند طبيب القلب، ومشيت شديت لها رانديفو في الطبيب ديال العينين، وعطاتني على اليوم في الصباح. قالت لي الجمعة 9 تاع الصباح راها دوز. دابا غادي نمشيو ان شاء الله. خليناهم كلهم ناعسين، خليناهم كامل ناعسين وخرجنا. كنت كنخلي سامي عند اختي ياسين. اما شحال هذه العام اللي فات كنت عذاب مع الوالد، كنا كل صباح نوضو نشدو طاكسي في العروبيه. دابا حنا سيدي خالد واختي هنا رحنا قاعدين عندها. دابا تقريبا احنا جينا سيمانه وحنا جالسين عندها. قبل ما دوزت امي ومشينا البارح الحمام كيما شفنا. ايوا جينا لقينا الدريه تبارك الله مصاوبين كل شيء، تعشينا او تكينا عيال 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 عيا. واليوم نصبحوا ثاني نجرو ثاني في الفطور. صحتكم سي كان الله يرضي عليها، الله يحفظها. اه الله يحفظكم كامل، الله يرضي عليكم. انا مباركين عاد من غتقعدي. وكيش عاد من تقعدي؟ انا عندنا وغتشاهدونا اليوم ان شاء الله. فغادي نمشيو ان شاء الله نسمعوا اخبار خير عن الطبيب. باقا غادي نشري لها شي دواء، خرجت لها طبيبه على ديك الكحبه، خرجت لها ديك القجده ديال الدرع غده درقيه وديك الكحبه، خرجت لها شي دواء باقا نشريه ليها. وغنشوفونا ان شاء الله فغادي نمشي. اليوم عندنا واحد المناسبه ان شاء الله. هذاك حتى السيمانه الجايه غادي يخرج، احنا معاكم. حسان سوري طالع غير واحد، قلت لها طالعي بوحدك؟ قالت لي لا ولا داني شي قنطره. مزيان نطلعوا الحباب نمشيو الطبيب. طيب العينين ها هو عهنا في بروميان، هو في بروميان طبيب العينين. زيدي سكننا في هاد الدروج.
وقاش دي طلعت فين تمشي هذا جاي نسال هو هذا ها قرعة الماء من خرج جيب لك الماء زيت احنا الحباب خرجنا من عند الطبيب والفرماسي راه تما كاين سادين راه واحد الموطاكسي مسكين غادي يتعاون معنا غادي يدينا عند شي فرماسي يعني يكون حال جات قرا هنايا في هاد الفرماسي لان وحده فيها لاكارد عاد غادي يدينا هذا شوف الوالده رجع ضروري خاصها تشري شي دواء دابا 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 ديرو اه بس كده بدي تقطير كل ساعه ديما لا اليوم اليوم ديري كل ساعه وغدا ديريها خمسة المرات في النهار حتى تسالي هذا عندك شي راه مول الفرماسي راه يعاود لك كلشي يقول لك كلشي ان شاء الله يكون خير حنا من الصباح نفتح قريبه من هنا هاد الفرماسية نشوفو وحده وشحال هي هنايا كاتبينها تما غتكون حال بعض المرات تسد كي يمشي يتغدى ولا شي حاجه عاد يعاود شيخ 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 نهز نو نمشي هنا الحباب غاديين نمشيو ان شاء الله خدينا الدواء من الصيدليه ديال الكارد تاكسي مشى واخيرا الحباب جينا وصلنا احنا وصلنا للدار وتعطلنا واليوم عندنا عراضه تاع ولاد عمي عرضت علينا العرس ديالهم وباقي ما جينا باقي ما وجدنا انا يا مسغسلت شعري باقي ما درت لي سشوار ما صوت حالتي نزها مشات الوقت انا مشات الكوافوره انا يا جلست هكاك لهادي لهذيك ولكن ماشي مشكل انا مشيت لديبانيت امي شريت ليها الدواء ديالها خرج لها ثلاثه تقطيرات وخرج لها عاود الطبيبه ديال الدرقيه خرجت لها واحد ديال الحساسيه خرجت لها السيرو ديال الكحبه وخرجت ليها ما نعرف شنو وشريت الحليب بالساميه وكاين طا 12000 ريال وزياده ايوا شاديتي ومهم دوز ليها قال ليها عندك شاف ليها التحاليل شاف ليها داك ديال القلب قال لي راه طونسيو اثر لها القلب ديالها وشاف ليها وقال لي راه حل صوب ليها داك حل ليها العروق وقال ليها وحط تقطيره دابا 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 خاصك ديريها كل ساعه كل ساعه كل ساعه كل ساعه وغدا ان شاء الله ديرها خمسة مرات في النهار حتى تسالي ولا 10 ايام عاد خرج لها ثاني واحد التقطيره ديرها شهر عاد خرج لها ثاني واحد التقطيره اخرى ديرها حتى هي شهر وقال لي تقدر تبقى ديرها ديما حيت قلت لي راه غير كتسالي الدواء كيعاود يرجعوا لها عينها بالدموع وعينها كيضروها ايوا الحمد لله حنا دوزنا ليها ونمشيو دابا راني هانت كسوة ديالي لبستها في الحمام باقا لابسه لبستها زي في راسي تاع الحمام باقا في راسي هما علم الله نسها دابا فين هي هي وخديجه غنعيطو دابا على الطاكسي ونمشيو شعري والله ما عرفت واش غنصوبو امتى غنصوبو داز الوقت ولا نمشي على الدار هاذي العربية على الريكشو بواحد الرياشة وندير كحيلة وهادي وهادي ونمشيو نحضر العرس كنت باغا نمشي عند الكوافور نصوب حجباني ونصوب شعري ايوا وحالتي حالة وصافي يا مس الطبيب ونعمس الطبيب ونعمس تاع سيمانة تاع الطبيب كون خير ماما عملي الوالدة لاباس كلشي تصوم كلشي تقد كلشي بوحدك الله يا ربي واش هنا ولا ما هنا طالي 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 طالي
انت باقه السلام عليكم. السلام. فين نزا وخديجه؟ نمشيو للعرس. وي نمشيو للعرس. ورز نزا نزا وينك؟ انا روينكو مشيت للصنداره هذيك ما جيت نغدا من خديجه. هير عيدي تخافتي ما كاينش.